جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج رمز لاسمه بميم عين ميم، يقول: كنا جماعة مسافرين في يوم جمعة من بلد إلى بلد، وقد وصلنا قبل صلاة الجمعة، فالبعض ذهب وصلى الجمعة، والبعض الآخر صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا بعد الانتهاء من صلاة الجمعة، فما الحكم في هذا والصواب؟ هذا فيه تفصيل. إن كان القصد من قوله لما وصلنا يعني وصلوا إلى بلدهم بلد الإقامة، فالسفر قد انتهى، فيجب عليهم صلاة الجمعة، فيجوز لهم تركها لأن السفر قد انتهى. أما إذا كانوا قدموا على بلد غير بلد إقامتهم، وإنما وبلد في أثناء سفرهم مروا به، فلا يجب عليهم حضور الجمعة، لأن الجمعة لا تجب على المسافر. فهم مخيرون بين أن يصلوا مع المسلمين صلاة الجمعة وتكفيهم عن الظهر، وهذا أحسن، وبين أن يصلوها صلاة مسافرين صلاة ظهر يقصرونها ويجمعون مع العصر إذا كانوا جادا بهم السير ولم يقيموا في هذا البلد الذي في طريقهم، إنما هم نزلوا للراحة فقط ثم يواصلون السفر، فلهم أن يجمعوا ويقصروا. نعم.